مساء الخير، انا دكتور محمد ممتاز، استاذ امراض النساء والتوليد كليه الطب القصر العيني. الحقيقه النهارده هنتكلم على موضوع يمكن جديد جدا لكثير من الاطباء عموما واطباء النساء والتوليد بصوره خاصه، موضوع اللي هو بنسميه باختصار كده اومكس ان اوبستريكس او اومكس ان بريجننسي. الاومكس دي تشمل ميتابولومكس، بروتيومكس، مايكروبيومكس، كلها اسامي جديده علينا واحنا طلبه ما كناش بناخد تايتلز او اسامي بهذا الموضوع. باختصار شديد المايكرو انفايرومنت اللي عايش فيها الجنين داخل الام ليها تاثير عليه سواء بالسلب او بالايجاب اثناء الحمل وبعد الولاده. فلو قلنا مثلا البروتيومكس هي الامينو اسيدز اللي موجوده في دم الام وفي الرحم وفي المشيمه نتيجه الميتابوليزم بتاع البروتينز اللي بيحصل في الام. لو البروتيومكس دي كان فيها خلل بزياده او بالنقصان ممكن ده يؤدي الى ان الام يبقى عندها استعداد يجي لها مشاكل اثناء الحمل، ان الطفل يبقى عنده مشاكل اثناء الحمل او الجنين يعني، وان الطفل بعد الولاده يبقى عرضه لمضاعفات كتير. نفس الكلام على الميتابولومكس، الميتابولومكس هي المواد الناتجه من الميتابوليزم في خلايا الام والمشيمة، ده برضو ممكن يؤدي الى ان نفس الكلام. في حاجه تانية اللي هي المايكروبيومكس اللي هي النورمال فلورا او البكتيريا اللي عايشه طبيعي في جسم الام، ده برضو ممكن يؤثر على الحمل. ازاي بقى يؤثر على الحمل؟ في الثلاث شهور الاولانيين اذا كان الطفل تعرض ليه او الجنين يعني تعرض ليه اومكس مش مظبوطه سواء ميتابولومكس او مايكروبيومكس او بروتيومكس، ده يؤدي الى ان الام نفسها يبقى عندها استعداد يجي لها تسمم حمل، بريكلامسيا، سيشن دايابيتس، سكر حمل، والجنين نفسه يبقى عرضه ان يجي له نقص نمو انتراتران جراس ريستريكشن او بريماتشور ليج. كمان الجنين نفسه لما يتولد بيحصل له حاجه اسمها ابيجينيتك فورميشن او ابيجينيتك مالفورميشن، الجينز بتاعته الاكسبريشن بتاعها على الخليه يبتدي يتغير. فالبيبي ده لما يتولد ويكبر يبقى هو نفسه عرضه انه يجيله ضغط، انه يجيله سكر، وانه يجيله تصلب شرايين، ويجيله امراض كتيره جدا. الفيوتشر او المستقبل هو ان انا في خلال الثلاث اشهر الاولانيين اقدر احدد الاومكس بتاعه الام، واذا لقيت في خلل في الميتابولوم او في المايكروبيوم او في البروتيوم بتاعها اقدر ان انا اصلح الميتابوليزم بتاعها بحيث ينتج عنه مواد مفيده مش ضاره للام تقلل من نسبه حدوث تسمم الحمل وسكر الحمل والاخره، وكمان تؤدي الى ان الطفل يبقى في صحه كويسه بعد الولاده وبعد ما يكبر ويبقى ادلت يفضل عنده استعداد اقل انه يجيله الامراض اللي هي بنسميها نون كوميونيكابل ديزيز او الامراض اللي هي حاليا بنسميها امراض العصر اللي هي الضغط والسكر والسمنه والى اخره.